أكد محافظ شمال سيناء محمد عبد الفضيل شوش استمرار تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بخصوص ترشيد الإنفاق في الجهات الحكومية، وأضاف خلال جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة أن قرار رئيس مجلس الوزراء لمدة 6 أشهر اعتبارا من 11 من أكتوبر الماضي حتى 11 من إبريل المقبل، ووجه المحافظ باستمرار رفع درجة الاستعداد لمواجهة الظروف الجوية وباتخاذ الإجراءات اللازمة واستمرار تشكيل غرف العمليات الفرعية بمراكز المدن والأجهزة المعنية والتواصل المستمر مع غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة بجانب تطهير مخرات السيول والإبلاغ الفوري عن أي طارئ فيما يتعلق بالظروف الجوية وبتوفير مخزون من السلع التموينية لمواجهة أي سيول ورفع درجة الاستعداد في المستشفيات ونقاط الإسعاف.